من محافظة السويس، هي أول محافظة سقط فيها أول شهيد في ثورة 25 يناير، تدخل المرحلة الثانية من انتخابات مجلس الشعب. هذا المجلس أول مجلس منتخب عقب ثورة 25 يناير. ماذا يريد أهالي السويس من هذا المجلس، وكيف سيصوتون في هذه الانتخابات؟ هذا ما سنعرفه من خلال هذه اللقاءات. تكلم على الانتخابات، حضرتك ناوي تشارك في الانتخابات دي؟ ان شاء الله طبعا واكيد. انا بقول لشعب السويس المناضل اللي هو اعظم شعب في مصر، شعب السويس المناضل، ما فيش حاجه اسمها اخوان ولا سلفيين ولا مستقل ولا معارض. ادي صوتك لمن يستحقه، لان الناس دي هتنفعك. اللي هتدي له صوتك وهو اللي هيستحق ان يبقى في البرلمان، هو ده اللي يستحق صوتك. انت شاركت قبل كده في الانتخابات؟ انا بقالي 30 سنه بشارك في الانتخابات. طب شايف الانتخابات دي مختلفه عن الانتخابات اللي قبل كده؟ والله احنا لسه الدايره بتاعتنا في السويس هنا ما حصلش لسه انتخابات، فانا ما اقدرش اقول لك الا لما ننتخب ان شاء الله يوم الاربعاء القادم باذن الله. انت شايف من المرحله الاولى الانتخابات ماشيه ازاي في وجهه نظرك؟ والله عشان في الانتخابات طبعا زي ما انت عارف المرشحين كتير، فما تعرفش مين اللي عالي ومين اللي واطي. لا يعني انت كنت بتابع المرحله الاولى واللي حصل فيها؟ طبعا طبعا. رايك فيها ايه؟ رايي فيها ان في كلام زي ما انت فاهم بيتقال لك في تزوير ومش في تزوير، انما انا شايف الانتخابات نزيهه، لان في قرارات صارمه من القضاء ومن المجلس العسكري. وانا بحيي المجلس العسكري، انا بحيي المجلس العسكري والجيش المصري العظيم، الجيش المصري بعد ربنا اللي هو حامي مصر كلها. طيب انت شايف ايه المواصفات اللي انت على اساسها هتختار المرشح اللي هتنتخبه؟ احنا مش عايزين اسم مرشح بعينه، بس عايز ايه المواصفات هتختاره عشان كذا وكذا وكذا. المرشح اللي هنديله صوتنا، يجب على المرشح يراعي ضميره قدام ربنا. في شباب ما بيشتغلش، شباب عاطل، في اصحاب المعاشات اللي هم كبار في السن عايزين ياخدوا حقهم، نظافه الشارع السويسي، مياه الشرب، في حاجات كتيره الشارع السويسي محتاجها. طب انت هتدي صوتك للمرشح. كل المرشحين بيوعدوا ان هم يعملوا اشياء كتيره، بس في مرشح اكيد انت شايف ان هو هيكون الافضل. ليه شايفه انه هيكون الافضل؟ لان انا حاسس ان هيعمل حاجه لاهل بلده، وفي هنا عندنا برضو مرشحين كويسين. طب رايك في بعض المرشحين اللي كانوا اعضاء في الحزب الوطني المنحل وكانوا بيرشحوا نفسهم واعادوا ترشيحهم مره اخرى، هل ليهم فرصه في السويس ان هم يكسبوا؟ والله لا تعليق، في اللي بيحبهم وفي اللي ما بيحبهمش، فانا ما اقدرش اعلق اقول. يعني في رايك هل ممكن يقتنص منهم احد مقعد من محافظه السويس ام لا؟ انا دي احتمالات وارده واحتمالات مش وارده برضو. في رايك اهم قضيه لازم ان البرلمان يبدا بيها مناقشاته ويوجد لها حل ويستفيد منها كل الناس منهم اهل السويس؟ العداله الاجتماعيه لشعب مصر كله، مش مدينه السويس بس، لشعب مصر كله. كله بيعاني من العداله الاجتماعيه. في عداله يبقى الناس كلها تبقى كويسين، مش هتلاقي بلطجيه، مش هتلاقي حراميه، مش هتلاقي اي حاجه خالص. جميل. اتعرف على حضرتك. انا سيد علي حسين من السويس، محافظه السويس ان شاء الله. حضرتك هتشارك في الانتخابات ان شاء الله؟ ان شاء الله هشارك في الانتخابات باذن الله. حضرتك كنت بتشارك قبل كده؟ ان شاء الله. شايف في اختلاف من اللي شاركت فيه قبل كده والمره دي؟ في اختلاف كتير جدا، ده احنا حاسينه بالنسبه للي هيحصل، بالنسبه للي هيحصل في الجاي ان شاء الله. كان في كلام ان نسبه تصويت في المرحله الاولى كانت عاليه، تتوقع في المرحله الثانيه هتزيد ولا تقل؟ لا هتزيد ان شاء الله. ليه؟ هتزيد ان شاء الله، لان الناس بقى ليها وعي، والناس دلوقتي حريصه انها تدي صوتها، الصوت يبقى راح في المكان اللي هو المناسب. طب رايك ان في ناس كتير راحت صوتت، او اتقال ان في ناس راحت صوتت عشان خاطر الغرامه؟ لا 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 لا، الناس راحت عشان حاسه ان فيها هيبقى ان شاء الله خير، وهيبقى في حريه في الراي. رايك ان في كتير، يعني عدد المرشحين نفسهم على الفردي تمام والقوائم تمام كتيره هذه المره، شايفها دي ايجابيه ولا سلبيه؟ لا والله كل واحد يعني هيقدم وهيشوف نفسه، والناس اللي هتختار، الناس هي اللي بتتحدد. احنا مالناش دعوه باللي هيدخل، احنا لينا دعوه باللي حاسين انه هيعمل حاجه. انت في رايك يعني انت ايه الصفات اللي حضرتك هتختار على اساسها المرشح اللي هتديله صوتك؟ لازم يكون في امانه، ولازم يكون في عدل، ولازم يكون في مساواه، ما يبقوش في تفرقه اجتماعيه. يعني بص للدخل دلوقتي، يبقى في فرق كبير في الدخل بين انسان مثلا، يعني الفروق جامده جامد. في حد ادنى وفي حد ادنى، في فرق جامد. انت في رايك الشارع السويسي ايه اهم قضيه لابد ان يتم حلها من قبل النواب اللي هيدخلوا مجلس الشعب؟ والله هي، وقال الاخ من شويه، هي العدل والمساواه، دي اول حاجه.
دي اول حاجه. بعد كده بقى بيبقى في تسلسل في السويس، بتعتبر من المحافظات اللي مظلومه، بيعتبر يمكن اكبر دخل بيدخل من السويس نفسها، وفي نفس الوقت بيبقى يعني بتعتبر ما فيش نظافه ولا في وعي ولا في تعليم ولا في امن ولا في اي حاجه، بس بنحط الاول المساواه. وبعدين الميه اصلا الميه اللي بنشربها ديت جابت لنا كلنا فشل كلوي، فشل كلوي للسويس كلها. يعني فكره البطاله، فكره العداله، فكره لازم العداله الاول، لازم العداله هتتحل العداله، ويبقى في ضمير كل حاجه هتتحل بعد كده. تشارك في الانتخابات ان شاء الله؟ دي اول مره تشارك فيها؟ لا شاركت كذا مره، كذا مره طبعا، اروح اشترك ابص لاقي خناقات وبرطجيه بيضربوا الناس وكل دول ناس قبضه بفلوس من الشعب. انما المره دي؟ المره دي طبعا هتلاقي امان وتلاقي الدوله كويسه تمام، واهم حاجه عندنا المايه بتاعتنا. انا عندي فشل كلوي ماشي، عامل فشل عمليه في الكلى تمام، وانا شغال ولا قاعد عاطل في البيت، وعندي 26 سنه واخد شهاده. طب واخدين ليه الشهاده دي؟ عشان نقعد في البيت بيها؟ انت شايف ان مجلس الشعب ممكن يحقق لك وظيفه كويسه؟ هو الشعب كده بعد كلام اليومين دول ماشي، اليومين اللي فاتوا دول لا، احيانا كله ضايع، ما فيش حد بياخده مننا. هتعرف حضرتك؟ احمد السيد. ناوي تشارك في الانتخابات المره دي؟ طبعا لازم نشارك. انا كنت بشارك قبل كده؟ كنت بشارك قبل كده. في اختلاف ولا؟ في اختلاف طبعا، انا على الاقل اهم حاجه ان الواحد حاسس بحريه كامله، وطبعا في حاجات من النظام القديم لسه ما زالت موجوده في الشارع وبيفرضوها على الناس بالبلطجه والقوه، وكنت اتمنى من الجيش ان هو يكون اقوى من كده، بحيث ان هو يلمه كان اول حاجه، والناس كانت لسه صاحيه في ساعه بعد الثوره، ان هم كانت تتلم البلطجه مش تتساب البلطجه. النهارده ممكن تخاف على ابنك وهو نازل بالليل، تخاف على بنتك. طب هو كان في تخوفات في المرحله الاولى ان يبقى في بلطجه، وعدت على خير وما حصلش اي حاجه؟ ما هو طبعا هو في يعني وكان في، بس الناس لما صحيت ما حصلتش البلطجه، فنتمنى ان الناس في السويس مش هتحصل بلطجه ان شاء الله، لان الناس واعيه وفاهمه كويس قوي، وفاهمه مين اللي هيضرها من مين اللي هيكون في صالحها. رايك المرشحين كتير، دي ظاهره ايجابيه ولا سلبيه؟ هي برضك هي ظاهرة ما نقدرش نقول لا إيجابية ولا سلبية، لأن طبعا المجال مفتوح على العنان، فبالتالي طبعا كل حاجة معمولة وواضحة. المواطن المفروض ان هو، انا عن نفسي هختار اللي هيطبق شرع ربنا، لان مهما كان شرع ربنا هو الاساس، هو الكتاب والسنة، هو اللي مش هيظلم حد. انت شايف ان نسبة الاقبال المرة دي هتكون زي المرحلة الاولى ولا ممكن تتعداها؟ لا ان شاء الله هتكون اكتر من المرحلة الاولى بالذات في السويس. ان شاء الله هتشارك في الانتخابات؟ ان شاء الله هنشارك في الانتخابات ان شاء الله. حضرتك شاركت قبل كده؟ لا حضرتك ما اشتركتش، عشان عمليات الانتخابية كلها مزورة من الاول. يعني حضرتك شايف المرة دي مختلفة؟ هي مش مختلفة، هي عملية يعني جيش عمل عملية الانتخابية دي عشان يتوه الشعب. حضرتك ما هي العظمة بيرميها للشعب وللناس اللي عاوزة السلطة، لكن هي جوهر التغيير مش هيأتي، مش هينفع يجي دلوقتي. ليه متشائم كده؟ مش متشائم حضرتك، اللي بيقرا المشهد السياسي المصري والناس اللي فاهمة في البلد هتعرف ان كلامي صح، وكل الثورات في بطء شديد وتمويت للعمليه الاصلاحيه في مصر. انا ما يهمنيش الانتخابات، ما انا ممكن يجي لي حزب وطني تاني بيضايقني تاني، طب انا مش عاوز كده، انا عاوز التغيير الحقيقي اللي بينبع من ايمان الجيش بالتغيير في البلد. حضرتك هو الجيش كان يعني هو اللي تعهد بحمايه المرحله الاولى، وبالفعل المرحله الاولى مرت من غير اي وجود لاي مظهر من مظاهر البلطجيه كما يحدث في الانتخابات السابقه. والمرحله الاولى خرجت يعني بشهاده كثير، حتى العفو الدوليه قالت ان العمليه الانتخابيه مرت بسلام وبشكل نزيه. حضرتك العمليه الانتخابيه في حد ذاتها مش هو التغيير، اللي بيغير لازم يؤمن بمبادئ التغيير. حضرتك المجلس العسكري في وادي والشعب في وادي، حضرتك الانفلات الامني مقصود، حضرتك اللي ليه بتقول ان هو مقصود؟ هو مين يقدر يسيطر على الـ على الـ على الشرطه الا الجيش اللي هو المسؤول اللي هو دلوقتي مسك السلطه؟ مين اللي هيقول المواطنين اللي هتقول للشرطه اشتغلي؟ في تواطؤ حضرتك، وهم بيلعبوا على على على, على تطويل العمليه دي. طب انت حضرتك راح تنتخب ليه؟ انا راح انتخب لان انا شايف حزب النور بالذات، يعني من دون الدعاية للاحزاب، يعني لا دعاية للاحزاب، راح انتخب عشان انا حاسس ان انا الناس اللي هنتخبهم دول هم لو كانوا اقليه في المجلس وهم حاصلين على 20% هم الوحيد اللي هيعملوا يعني تحريك للمياه الراقده
في المجلس القادم ان شاء الله. في رايك يعني انت متخوف على الثوره وعلى اهداف الثوره، في رايك علشان الثوره تحقق اهدافها ايه المطلوب؟ المطلوب ان حضرتك المطلوب الناس اللي ماسكه الدوله او السلطه تؤمن بمبادئ الثوره. ما يقدرش واحد مش مؤمن بحاجه هيخاف عليها. مبادئ الثوره دي شيء عظيم، لكن هم مش مؤمنين بيها، تتعارض مع مصالحهم وتتعارض مع المصالح الخارجيه يعني. وهو اللي في الاخر الشعب مش شايف ثمار لكده. ثوره 52 عشان قام بها الجيش وهم مؤمن بيها، بعد 40 يوم من الصلاح الزراعه طلع. طب ليه؟ نتعرف عليك يا حاج عبد الرحيم احمد رشوان. حضرتك ناوي تشارك في الانتخابات؟ ان شاء الله هنشارك في الانتخابات. انت شايف اهم حاجه ايه الناس تطلبها في مجلس الشعب القادم؟ عاوزين العداله والحريه والعداله للشعب وتشغيل الشباب. تشغيل الشباب اللي قاعد نايم، كل نايم، كل بيت فيه ثلاثة وأربعة نايمين. وعاوزين تغيير السكن اللي هو محدود ويعمل له سنتين ويطلع، يعني يكون يعني يعمل سنتين ويطلع. بدأ تغيير القانون ده، عاوز الناس تمسك البلد ويكون ناس عندها ضمير وعندها دين، يعني عندها ضمير وعندها دين. وتشغيل الشباب والحب، وعاوزين الحريه للشعب. ناوي تشارك في الانتخابات؟ طبعا بشارك، كل مرحله لازم اشارك في الانتخابات. شاركت قبل كده؟ طبعا اكيد لازم اشارك. انت شايف في اختلاف في المره دي؟ اكيد طبعا، اختلاف كبير جدا جدا. ايه الاختلاف؟ مصر بتمر باعظم مرحله ديمقراطيه في تاريخها كله، ويعني فعلا في حاجات كويسه كتير بتحصل، وفي فرق كبير قوي بين الانتخابات المرحله اللي فاتت والمرحله دلوقتي. يعني مثلا انتخابات الرئاسه من 2005 او البرلمانيه او طبعا فرق ما لا يحصى. في نزاهه بالنسبه للقضاء، في اقبال شديد جدا جدا من المواطن. انت شايف الاقبال ده هيزيد في المرحله الثانيه؟ الاقبال ده هيزيد، ومش كل المواطنين نازلين عشان 500 جنيه. بجد يا جماعه، في ناس نازله عشان فعلا حابه البلد وعايزه البلد دي تتصلح. والمره دي البلد مش هتتصلح بالحكومه. طيب. البلد هتتصلح بصوتك لما انت تنزل وتتقصى الكويس من الوحش وتديله بدون اي قابليه. في رايك يعني في المرحله الاولى خرجت بنتائج، في من الفلول من حصد مقاعد داخل البرلمان، هل ترى ان السويس ممكن يصل منها احد من الفلول الى البرلمان؟ طبعا ممكن، بس اكيد هيكون انسان كويس، لان احنا برضو ما نجزمش ان كلهم بشكل 100% وحشين. مفيش وحش كامل ومفيش حلو كامل. يعني انت مش مع فكره ان نعزل كل من انتمى للحزب الوطني؟ يا سيدي الفاضل، مفيش حد على وجه الارض يستطيع ان يحرم اي انسان من حقه السياسي، لكن اقدر اتقصى. لكن هناك من افسد الحياه. اقدر اقول ده كويس وده وحش، لكن انا اقول احرم انسان من ان هو يباشر حقوقه السياسيه، ده يعتبر مش كويس. لكن انا هو ينزل وانا ما اديلوش صوتي، ده اكبر 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 رد على 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 عدم صلاحيته. شايف ان العزل الشعبي اهم من العزل السياسي في المرحله؟ طبعا الشعب اثبت، الشعب المصري ان صوته هو الحر وان هو رايه هو اللي بيمشي. شايف اهميه مجلس الشعب ده لمصر الفتره الجايه؟ طبعا اكيد، مجلس الشعب يعني ده من بعد 60 سنه يعتبر ما فيش انتخابات. كل الانتخابات كانت قبل كده مزوره. من بعد 60 سنه يعني اعتقد بتشارك فيها؟ يعني ساعات كنت اشارك بس انا مش مقتنع، لكن حاليا انا اعتقد مصر ما تحط طريقه على الخطوه الصحيحه. البرلمان اللي جاي